السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جوجل سكرين وايز خدمة جديدة من جوجل تهدف من خلالها أن تقوم بجمع مجموعة من المعلومات حول اهتمامات مستخدمي الانترنت مقابل أن تعطيهم مبلغ مادي كشكر. جيد جدا، لكن أولا أو نشرح أولا الفكرة بتدقيق. أوكي، شركة جوجل ستمكنك من التسجيل عبر الرابط الذي يضع أسفل الشاشة. الرابط لن يعمل الآن، في مستقبلا يعني بعد أيام ستسجل في هذا الرابط. عند التسجيل ستعطيك شركة جوجل $5، وهي عبارة فقط عن gift card، يعني تشتري من أمازون. أوكي، بعد مدة زمنية مدتها 3 أشهر ستعطيك، أو عفوا يعني عند التسجيل ستقوم بتثبيت برامج على إضافة على متصفحك. هذه الإضافة هي التي ستمكن شركة جوجل من استخلاص مجموعة من المعلومات الخاصة بك أو خاصة باهتماماتك كما تزعم شركة جوجل. فعند مرور 3 أشهر ستعطيك شركة جوجل gift card أخرى $5، وهكذا كل 3 أشهر ستعطيك شركة جوجل gift card يمكن أن تشتري بها من على موقع أمازون، لما مجموعه $25. عندما ستبلغ $25 فسيتم إقصاؤك من هذا يعني من هذا من هذه الخطة. أوكي، ولن يمكنك استخدام جوجل سكرين وايز. جوجل تهدف من خلال هذه الخدمة أن تطور منتجاتها كما تقول. تقول لك أنا أريد تطوير منتجاتي، أريد أن أوفر مجموعة من المعلومات للمستشهرين حتى أستطيع أن أساعد المستشهرين في تحديد الجهات المستهدفة أو تحديد المتصفحين أو تحديد أو استهداف أكثر لإعلاناتها، إذا ما صح التعبير استهداف أكثر لإعلاناتها. جيد جدا، لكن عندما نلاحظ أن شركة جوجل ستدفع $25 للشخص الواحد، للفرد الواحد، أي ما يعادل 250 درهم للفرد الواحد، فهنا كم من مستخدمي محرك البحث جوجل؟ أظن أنهم ملايين الملايين يستخدمون محرك بحث جوجل. وهؤلاء الملايين، كم من المستخدمين الذين سيقتنعون بهذه الفكرة وسيستخدمون جوجل وايز؟ أظن كذلك أنهم ملايين ملايين الملايين، أي أنها الأمر يعني إذا أخذنا من 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 من, من, من سطحيا، خدنا سطحيا، نجد ان 250 درهم يعني مقارنة مع المدة التي ستتبعني فيها جوجل يعني مبلغ زهيد جدا. لكن عندما نتحدث عن ملايين الملايين الذين سيستخدمون هذا المشروع والذين سيستخدمون هذه الإضافة وسينخرطون في جوجل وايز، هنا نتحدث عن ملايير الدولارات التي ستنفق في هذا المشروع، ملايير الدولار، إذا لم أقول ملايير الملايير، يعني مبلغ كبير جدا. جيد جدا، هل جوجل من أجل تطوير منتجاتها وجوجل تتوفر على نخبة من المطورين ونخبة من العقول، هل ستفكر في صرف هذه المبالغ الضخمة فقط من أجل معرفة اهتماماتي أنا واهتمامات الآخر؟ أظن أن العملية غير منطقية. جيد جدا، نرجع إلى ماضي جوجل أولا، ونرجع إلى ماضي جوجل وعلاقة الخصوصية بجوجل. أرجع معكم إلى متصفح جوجل كروم، إذا كنتم تتذكرون الضجة الكبرى التي قد أثيرت عندما وفي الإصدارات الأولى في الإصدارات التطويرية لشركة جوجل،
لجوجل متصفح جوجل كروم كانت تزرع برنامج تجسس في متصفحها، ولم تكن تخبرنا بان هناك برنامج تجسس، ولم تنتظر موافقتنا على تثبيت هذا البرنامج، وكانت تتجسس علينا في حين ان كانت هناك بعض البرامج برامج الحمايه التي كانت تكتشف هذا البرنامج وتخبرك على انه برنامج تجسس. ففي خضم هذا الضجه التي اثيرت حول هذا البرنامج وهذا البرامج برامج تجسس، فكان تبرير شركه جوجل لهذا البرنامج انه فقط برنامج يستخلص بعض المعلومات البسيطه عنا من اجل تطوير برنامج جوجل كروم. ولكن هل اخذت موافقتي لكي تستخدمي هذا البرنامج؟ طبعا هل لم تاخذ موافقتي، هي قامت بادخاله بشكل سري فاثيرت هذه الضجه. عندما نتحدث في الاصدارات الجديده لجوجل كروم لم يعد هذا البرنامج برامج تجسس، ولكن يمكن لشركه جوجل ان تستخلص بعض المعلومات عن طريق السماح لها بذلك. يمكن ان تراجع اعدادات جوجل كروم بالسماح لها بذلك، لم تسمح لها بذلك يمكن ان تستخلص، عندما لا تسمح لها بذلك لن تستخلص. اوكي جيد، هنا نتحدث عن انضباط لشركه جوجل مع قوانين الخصوصيه ومع قواعد الخصوصيه تجعلنا جوجل ننسى الأمر في مدة 3 سنوات 4 سنوات، ننسى الأمر، تأتينا بزي جديد وبشكل جديد وتقول لنا أوكي اجعلني أتجسس عليك، ولكن هذه المرة سأعطيك مبلغ $25 عبارة عن gift card، ما رأيك؟ ولم تقول لك أتجسس عليك، وإنما هي تعطي لكلمة تجسس بعض المرادفات الجميلة، استخلاص فقط بعض البيانات، اهتمامات المستخدمين. لكن إذا كان فقط من أجل معرفة اهتماماتي، لما لا معرفتها من خلال تصفحي لموقع شهير مثل محرك بحث جوجل كروم، محرك بحث جوجل، فأنا أتصفح هناك ملايين ملايير الناس الذين يستخدمون جوجل كروم كمتصفح ديفولت ويب بيج، يعني تفتح البراوزر يفتح معك جوجل كروم. كلنا نستخدم هذه القصيدة وكلنا نستخدم جوجل كروم يوميا، فلا يمكن لشركة جوجل أن تعرف اهتمامي فقط من البحث الذي أقوم به يوميا. أعتقد أنها من الممكن ومن المنطق أنها ستعرف كم من الملايين يستخدمون جوجل كروم وكم من الأشخاص يساعدون جوجل كروم على تطوير منتوجها. أظن كذلك هناك عدة أشخاص وآلاف الأشخاص وملايين الأشخاص الذين يستخدمون هذه الخاصية ويستطيعون مساعدة جوجل. فتأتيني جوجل وتقول لي سأعطيك مبلغ مادي وكما قمنا بعملية حسابية، يعني وجدنا أنه ستكون ملايير ستصرفها فقط من أجلها أخذ بعض البيانات التي يمكن أن تأخذها بنفس الطريقة فقط من اهتمامي حول جوجل كروم، يعني عفوا من خلال البحوث التي أدخلها ومن خلال المواقع التي أدخل إليها والتي تستخدم جوجل أدسنس. عندما نتحدث كذلك عن استخدام جوجل أدسنس وعدد المواقع التي تستخدم جوجل أدسنس، راه المواقع التي تستخدم جوجل أدسنس راه كثيرة جدا، ألا يمكن لك أن تعتري في اهتماماتي فقط من الدخول إلى هذه المواقع؟ فأظن شركة جوجل تريد أن تضحك علينا أو تستخف بعقولنا وتود أن نثبت برامج تجسس ليس لأخذ معلومات وبيانات واهتمامات، وإنما أمر أكبر من ذلك. الله أعلم إذا كانت شركة جوجل أصبح لديها أو لديها هناك شكوك أنها لديها علاقات خارجية ولديها مصالح مع جهات أخرى، الله أعلم، لأن الأمر كل شيء جائز وكل شيء ممكن، وتود أن تستخلص بيانات عندنا لكي توفرها لحكومة أو إلى طرف ثالث من أجل استثمار هذه البيانات في أمور الله أعلم ما هي. لم يكتفوا بفيسبوك، يودون كذلك إدراج جوجل، وليس فقط إدراج بيانات شخصية وإنما تجسس بمعنى تجسس. فأقول لك جوجل عذرا، فأنا لست غبي وأعتذر، لن أقوم بتثبيت هذا البرنامج ولن يعني طز في $25 في كل 3 أشهر $5 لمدة طويلة جدا. وخمس دولارات ماذا ستقدري $5 أظن؟ حتى إذا كنت أود أن ماذا ستقدري خمس دولارات؟
عدا جوجل لست بغبي، وأظن أن هناك العديد من المتتبعين كذلك، وهناك العديد من كان كل هذا ما لدي فيما يخص حلقة جوجل سكرين وايز. أنتظر تعليقاتكم، أنتظر ما هو رأيك وما هو رأيك حول هذا الموضوع. كان معكم راغب من منظمة فاشن سكيورتي، إلى حلقة أخرى بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.